خوان أندريس بينيتيث رجل أعمال في برشلونة وعنده جوج ديال الحوانت كبار ديال الحوايج. ونهار 6 أكتوبر لقى الحذف ديالو وهو مع البوليس. خوان كان تيتهيئ ليه بلا الجار ديالو اللي هو مغربي الأصل سرق ليه الكلب ديالو اللي عزيز عليه. بعد ما لقاه في الطريق وحبسوا وتناقشوا وصلوا بأنهم يتعايروا ويدافعوا. واحد من المرة في الطريق عيط البوليس، من وصلوا كانوا هداو وبردوا شوية وكانوا بداو يهضروا ببرودة. طلبوا ليهم بطاقة تعريف لكل واحد فيهم. خوان رفض وبغى يمشي في حاله على حساب الأقوال ديال المرة والجيران. البوليس طيحوه في الأرض وبداو تيضربوه كاملين في الكرش في الوجه جميع الأعضاء ديال الجسم ديالو حتى ما بقاش يقدر يتنفس. الناس قالوا باللي شافوا بزاف ديال الدم حداه هو ملقى على الارض، وهادشي كامل ما صرحوش به البوليس، وقالوا باللي مات باش كانوا تيحاولوا يقطنوه يعني يديروا ليه المينوط. وقالوا باللي المغربي اللي كان معاه في صراع هو اللي ضربه وجرحه، ومين وصلوا كان في واحد الحاله لا يرثى لها. الساكنه ديال الحي والناس اللي وصلت لهم الخبر في المدينه كامله ما سكتوش، واكدوا باللي داكشي كامل اللي صرحوا به البوليس كذوب. ورغموا الناس اللي سجلوا الحادث بالهواتف النقالة ديالهم باش يمسحوا كل شيء وما خلاو حتى أثر. هادشي كامل خلى ضجة في الشارع البرشلوني اللي عيا من العنف ديال البوليس اللي تكرر عدة مرات، ولكن هاد المرة تعداو الحدود بزاف والناس ولات تعيش في خوف. عليها بغينا نخرجوا باش نطلبوا بحق ديالنا ديال العيش بسلام، والبوليس خصهم يحميونا ويوفروا لنا الأمن ماشي يجيبوا لنا الخوف.